لقيت ابو عبد الله بينادي لي بيقول لي تعالى بص على الهموره اللي هي كانت لسه صاحيه مسكها كده بطولها كده مش عارف امسكها والله. بص 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 يا جماعه من اللي ظبط اللي عليها مش قادر يمسكها وثانيه نفسها ايه تدفع فلوس دي مواصفات لا انا عايز اقول لحضرتك مواصفات السمكه اللي هي ربنا يبارك لك فيها. اه قدام منك اهي نظر بالنظر بص عليها كده ونشوف. اه سمك بمواصفاته؟ اه الزمك بتاعك الناس تعالى لي هنا بعد اذنك كده. ما تيجي انت كده يا ريس. تعالى يا محمد تعالى بقى تعالى بقى امسكها له كده مش مهم نحشوش. انا هسالك سؤال في واحد علم بيقول لك بلاش قرب ما تقولش كلمه ظبط لا ازاي رد عليه ازاي السمكه بتلعب ميتها كده بالظبط بتاعها الزبط. في سمك بالذات البوري بيشيله بالظبط بتاعه يبقى حلاوته فين تمام يعني السمك ده ما يطلعش علامه الجوده الظبط الظبط طالع من ميتها لسه طالع بالليل امسكها كده يا عبد الله ابو عبد الله كده مش عارف يمسكها عشان بالظبط دي انت طالع على الفجر النهارده اه ما هي بص بص يا جماعه كانت جايه صح بص مبنيه ازاي وانا مسكتها زي الحديد نشفة كانت جايه لي صاحيه دي صلمة كانت جايه لك صاحيه بص عينيها بسم الله يا رب يوسع سوقها ويحسن سوقها يا رب حاجه جميله هتنضفها امتى دي؟ دلوقتي طيب كم كيلو فيها دي عشان الناس تبقى عارفه؟ ده عمود طيب دي جوده ده عشان سبت النار غالي استنى يا عبد الله انا في ناس سالتني بقى سؤال مهم وزنها لنا يا باشمهندس احمد قبل التنظيف وبعد عشان ايوه اه في تنظيف حاجه وفي تنظيف حاجه هنقول ده وده ده تنظف ايه؟ تنظيف عادي كده عادي جزل ما هضرش جزل ما هضرش ما تهضرش انما الفيليه طلع تقريبا اكتر من نص حاجه على كده يعني ما هضرش دماغنا يعني دي كيلو دي مثلا دي مثلا بص يا عم احمد دي السمكيه مثلا كيلو هتعمل فيليه تطلع 650 جرام 700 جرام لحم صافي اه دي 3 كيلو هضر طيب بتطلع 3 ارباع بيطلع 3 ارباع يعني الفيليه بيهضر اه بيهضر جامد الحجمان الحاجه كلها اه اه انما دي هتجزل لكن الجزل تنصح الجزل بس البطن هتطلع بس او الجلد بتاعه فيه جلد وفيه انما الفيليه عم اللي عايز يجيب سمك فيليه يجيب الحاجات الكبيره السمك الكبير احنا بنعرف نتعامل معاه ما نخلوش يهضر كتير ما يهضرش كتير لكن دي هنعملها فيليه هنعملها جزل جزل طيب توكل على الله طب نوزنها برضه بعد اذنك دي 3 وربع 3 وربع ماشي توكل على الله يا ابو عبد الله بص يا جماعه في عده معينه وريله العده اللي انت بتنضف فيها كده لا اقلبها على الناحيه الثانيه اقلبها ايوه يا جماعه دي عشان تسهل له القشر الكبير اتفضل بسم الله ما شاء الله يا جماعه انا يعني في ناس تزعل من الكلام لا بصوا السمكايه جديده ازاي وصلبه بص يا عم احمد مهما اعمل فيها برضه لسه متنيه برضه لسه متنيه اهي بص متنيه دليل ان هي جسمها لسه الروح كانت لسه طالعه منها. هي هتعمل جدل يا جماعه. طاجن وقليه شوربه. طبعا اجرها ماسك جامد فهيبقى بتاخد صعوبه شويه في التنظيف يا ابو عبد الله. اه لسه الراس لسه بخيرها اه. الحاجات دي كلها لما تدخل الشوربه لازم الراس تتقشر بالذات عشان القشر رفيع. الشوربه بالذات دي يا عم احمد بوظ الدنيا بص القشر اللي هنا ده. يعني الراجل بينصحكم يا جماعه. بص القشر اللي هنا ده. يعني شوربه لازم القشر رفيع. لازم التنظيف اعمل لي راس شوربه ولا اضيف لي راس عادي. ولو يسلخها يبقى احسن. اه بس لو عايز مسبوخه هو عايز ما يسلخش منها حاجه. يعني هو يفضل الراس بالذات تتسلك. زي ما انت شفت في البدايه سلخت الراس انا اول حاجه. اه. غير حوار الشوربه ده. بص بيهتم شويه بالدماغ عشان الشريطه الرفيعه تنزل الشوربه. Yeah.
اهلا باشا فول. حبيبي حبيبي بالله من تفاضل ورد يا ابن العاشر هنا عشان تسلم عليه. سلم وحطهم على بعض بس عاوز تنظيفه دي كلب على الشعر جاز الدبيحة جاز الدبيحة عم احمد. بص الدم بقى الدم اللي بينزل هنا ما هي لسه صاحيه لسه صاحيه بسم الله ما شاء الله يا رب يطعم صاحبها تنزل عليه بالف هنا وصحه يا رب. استنى بص الدماغ دي اللي بيطلع من الراس. بقول لك انا بحب اسيب لي الراس ده بشيل البوز ليه. البوز يا جماعه ما فيهوش حاجه ده كله بصوا عضم اسنان وحاجات ما فيهوش حاجه فكين بس والخشيم ما بتتاكلش. خشيم كده كده ما بتتاكلش والحته دي ما بتتاكلش. توكل على الله. كم اللهم صل على النبي. حاجه يا جماعه والله ما عارف امسكها يا عم. لا جميله ربنا يحسن سوقها ويطعم صاحبها امين. دي مواصفات السمك يا جماعه اللي هي صحيه. ابص او شال بقى القشر اللي هي حتت اللي ما بتتشالش منها القشر. الله وريني الكبده بتاعتها يا ابو عبد الله. وريها لك حاجه. الكبده تتعمل مع الشوربه. هو بص الكبده دي بتتشوي تتشوي انا اكلتها مشويه جميله. الكبده الحته دي بتطلع عشان المراره دي بنرميها عشان المراره. عشان المراره فيها الحته دي. تمام هي ايوه. الكبده دي تعمل زي الكبده اللي بتقله. والله انا اكلتها حلوه يا عمار. الناس بتسالتني دي الشوي والشوربه. بس انا اكلتها مشويه ما اعرفش انا. ماشي يا حبيبي. بص بطنها لبن ازاي يا جماعه لا واكله. بص لو كانت لسه هتبطرك ببطرك. لا لسه هتبطرك. بص لسه هتبطرك. بص قد ايه لسه صغير. كمل يا ابو عبد الله. انا بشيل حته الزفره تحتها المراره. مراره وتاني حاجه زفره وتالت حاجه بيكون فيها قشر ما بيطلعش. بص يا عم احمد اهو القشر ده. وهي رايها كده كده. واحنا بنشيلها كده كده في الزبون بيقول لك انت بتشيلها ليه وبتاع ليه؟ احنا بنشيلها عشان حته الزفره وفيها قشر. قشر ده عشان يعني الشوربه تبقى كويسه وخاليه من القشر. انا بتكلم عشان الزبائن يعني ايه؟ ما تكونش في حاجه من جوه ما تقلقش يعني. يعرفوا تنظيف ازاي. بص يا عم احمد لسه زي ما هي برضه واقفه. لا شده حيله طبعا ربنا يحسن سوقها يا رب ويطعم صاحبها. الصدغ ده من جلد بتاع الصدغ. جلد الصدغ. جزل هنشوف بقى تقطيع جزل يا جماعه. جزل يا جماعه جزل عليه مش شوربه. جزل عليه مش شوربه. الشوربه تبقى تخينه شويه. الراس والديب طلعهم انا شوربه. بقيت الجزل كلها بتروح عليه. ادي تقطيع الهنيه يا جماعه وهنشوفه على بعضها بعد ما يقطعها. ايه كده يا عم؟ فصصها لي بقى حته. عايز فص فص. هو عايزها كده يا عم. لا مش ما اقول لك ما تفصلهاش يعني وريني لحم. بص يا جماعه جبناها بخيرها. صاحبها هيغسلها غسله كمان بالملح وبألف هنا وسحة. أهم حاجة ما تنسوش اللي مش مشترك في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع قناة جوهر السويس عم أحمد. بس والله أنا الله ما بطلبها لنفسي حبايبي بيطلبوها أهو. ليه يا عم أنت عايز عم أحمد. السلام عليكم.